ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض؟ فساد كبير. نعم، واضح قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يمنع موليته من كفء رضيت به هذا عضل ولا يجوز، تسقط ولايته وتنتقل إلى من بعده من العصب. فلا يجوز للإنسان أن يمنع بنته أو أخته أو موليته من كفء رضيت به. نعم.